في الجمعة 26 يتواصل الحراك لتأكيد مطالب شعبية مرفوعة منذ 22 فيفري المنصرم، رغم لقاءات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الأيام الأخيرة قصد تهيئة أرضية مناسبة لرئاسيات في أقرب الآجال. احنا نسحقوا ناس احرار نحكم معاهم هما نديروا فيهم ثقه، ناس على الاقل عندهم يعني ادنى من المصداقيه، لا اقول كل المصداقيه، يعني حتى يكونوا نوع من التوافق ما بين مكونات المجتمع الجزائري. في حين يرى اخرون ان الحل الامثل للخروج من الانسداد السياسي هو تجسيد الاراده الشعبيه واقتراح اسماء ذات مصداقيه. اللي يقترحهم الحراك هما اللي يكونوا ان شاء الله اللي يكونوا فيهم ثقه ان شاء الله. الحلول تكمن في تجسيد الإرادة الشعبية وتحقيق مطالب الجماهير الشعبية والتي تتمثل في المادة 7 و8، الشعب مصدر كل سلطة. في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام من تطورات في المشهد السياسي ومخرجات جلسات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، يبقى الحراك متشبثا بمطالبه.